خبر عاجل، هذا ما وقع بمطار الدخلة بالصحراء المغربية. تسبب ضباب كثيف صباح اليوم في تأخير مواعيد عدد من رحلات الطيران بمطار الدخلة في اتجاه المدن الداخلية وإلى بعض الدول. وتسبب الضباب الكثيف الذي عرفته مدينة الدخلة صباح يوم الاثنين إلى عرقلة رحلات قادمة من مدن الداخل. وشهدت مدينة الدخلة حالة شديدة من تشكل الضباب الكثيف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية. ما رأيكم في هذا؟ نشكركم على حسن المتابعة.